السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم. بنستكمل مع بعض كلام عن البكتيريا. بنتكلم النهاردة عن صبغ البكتيريا مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحالب بجامعة الأسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. أولا لما بيجي نتكلم على صبغ البكتيريا أو صبغ أي حاجة، بنيجي نصبغ حاجة، يعني ليه بنحتاج نصبغها؟ يبقى أكيد الإجابة عشان نفحصها. طب ما نفحصها على طول، إحنا مش هنشوفها، يبقى ليه مش هنشوفها؟ زي ما مكتوب قدام حضراتكم كده، يبقى إذا إحنا محتاجين، لأن احتوائها على نسبة عالية من المية زائد صغر حجمها، يبقى إذا بنحتاج نصبغ البكتيريا لأنها لكي نفحصها، وطبعا عشان نفحصها مش هنشوفها، يبقى صغر حجم البكتيريا والنسبة العالية من المية، يبقى بنحتاج إن إحنا نصبغ البكتيريا لكي نفحصها. طيب جميل. الحقيقه ان الخليه البكتيريه زي ما شفنا التركيب بتاعها فيها اجزاء مختلفه، في جدار، في الاصوات، في ماده الوراثه، خلاص الى اخره. كل جزء او كل تركيب من تركيبات الخليه الحقيقه بيحتاج الى صبغ خاص. لماذا لا يوجد صبغ واحد فقط يصبغ كل مكونات البكتيريا؟ لان كل جزء منها مكون من مواد كيميائيه مختلفه، خلاص. لا هي لان هناك انواع معينه من الاصباغ، كل واحد فيهم ليه صبغ خاص. السبب اهو اختلاف المكونات الكيميائيه لكل منها. كل جزء او كل تركيب من تركيبات الخليه تركيبه الكيميائي مختلف، واحنا عارفين ان الاصباغ دي عباره عن مواد كيميائيه بتتفاعل مع المواد الكيميائيه اللي بتركب الاصوات او الجدار عشان تدي لون. يعني هو تفاعل بيدي لون، وطالما كل جزء من اجزاء الخليه او تركيب ليه تركيب مختلف كيميائي، يبقى اكيد هيتفاعل مع مركبات مختلفه وهكذا. طب لماذا نحتاج الى صبغ البكتيريا؟ يعني احنا بنصبغها ليه؟ عشان نفحصها. طب وما نفحصها على طول؟ لانها شفافه وجسمها صغير ومعظمها ميه الى اخره. طب هو في اهميه لصبغ البكتيريا؟ يعني محتاجين قوي احنا نصبغ البكتيريا؟ الحقيقه ليه؟ عشان اللي احنا هنعلم عليه دلوقتي، عشان تصنيف البكتيريا لازم اللي احنا نفحصها عشان نوصفها ونسميها والى اخره. يبقى لان تركيب البكتيريا عشان نصنفها وعشان نتعرف عليها مش لازم نشوفها، يبقى عشان نشوفها ونفحصها يبقى لازم نصبغها في الاول. طيب الحقيقه انواع الصبغات، طبعا احنا اتفقنا ان احنا ده تبسيط العلوم، ما بناخدش في تفاصيل دقيقه وتركيبات دقيقه. انواع الاصباغ البكتيريه الحقيقه في نوعين، يا إما أصباغ مفردة لما بيكون صبغ بسيط يعني مادة كيميائية واحدة، أو أصباغ مركبة لما بنستخدم أكتر من مادة كيميائية أو أكتر من صبغ مع بعض. الأصباغ البسيطة زي ما هو واضح عند حضراتكم أهو إن هي أصباغ قاعدية. السبب لأنها هتتفاعل مع المركبات الحمضية اللي جوه الخلية. من أشهر الأصباغ دي بقى اللي هو الكربوفوكسين والأغلق ميثيلين والسفرانين إلى آخره. اهم شيء ان الاصباغ البسيطه هتصبغ ايه في الخليه؟ بتصبغ ماده الوراثه عشان نفحص. طيب الاصباغ الاخرى اللي هي الاصباغ المركبه، طبعا التفاصيل بقى والطريقه وكذا وكذا ده بيبقى موجود بقى في العمل. يعني الاصباغ المركبه بتستخدم في اكثر من صبغ، يبقى في اكثر من صبغ على التوالي للتفريق بين انواع معينه من البكتيريا. عشان كده ساعات بيطلق على الاصباغ المركبه انها اصباغ تفريقيه لانها بتفرق بين انواع البكتيريا. من اشهر انواعها صبغه جرام نسبه الى العالم كريستيان جرام، هي عباره عن صبغتين على التوالي الحقيقه. الصبغ الاولى اهو اللي هو الكريستال البنفسجي. الصبغ التفريقي الثاني بقى اللي بنفرق بيه اللي هو الصفرانين. طب ما حد يجي يقول طب ما الصفرانين ده كان موجود فوق اهو، هنا اهو، موجود هنا اهو. نقول له ايوه لو استخدم لوحده هو صبغ بسيط، لكن هنا استخدمنا صبغين اثنين. يعني الغرض مش نوع الصبغه، لا عدد الاصباغ. اذا كان صبغ واحد يبقى صبغ بسيط، اذا كان اكتر من صبغ يبقى صبغ مركب. خلاص؟
والحقيقه بتستخدم ليه؟ عشان تفرق ما بين نوعين من انواع البكتيريا اللي هي موجبه جرام، موجبه جرام اهي، وسالبه جرام اهي. طيب الحقيقه ليه بيكونوا الاثنين مختلفين؟ وفقا السبب اهو، تركيب الجدار بتاعهم لقوا ان هو مختلف زي الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اللي على اليمين دي اهي، ده قطاع في البكتيريا، جزء من البكتيريا الموجبه جرام، دي سالبه جرام. لو هنيجي نبص من الداخل، ادي سيتوبلازم، نعمل كده صح، السيتوبلازم موجود في الاثنين. الغشاء البلازمي يا جماعه الخير اللي هو الطبقه دي اهي، وموجود نفس الحكايه هنا اهو، الطبقه الفاتحه دي انا عاطيهم نفس الالوان. ثم ناتي الى تركيب البيبتيدوجلايكان اهو، الطبقه دي. هنلاقي بقى ان بكتيريا سالبه جرام. طب هنا البيبتيدوجلايكان ملاحظين فرق؟ لو كبرنا كده شويه العرض، بصوا سمك طبقه البيبتيدوجلايكان هنا قد ايه وهنا قد ايه، هنا اقل شويه. هنا دي اصبحت الطبقه الخارجيه، هنا لا، اصبح في فراغ شويه كده. وبعدين نلاقي حاجه ثانيه بقى، غشاء خارجي من الكربوهيدرات الدهنيه الى اخره. يبقى اشيل ده هنا تاني، يبقى في ثلاث حاجات متكررين اهم. ادي السيتوبلازم هو هو، الغشاء البلازمي هو هو، البيبتيدوجلايكان موجود ولكن هنا سميك، هنا رفيع، زائد ان هنا في طبقه خارجيه زياده في البكتيريا سالبه جرام. طبعا التركيب ده تركيب بسيط للغايه، هناك تركيب معقد بقى اللي بيبين التركيبات بتفصيلاتها الى اخره، لكن احنا عايزين نوصل بس للهدف ان البكتيريا موجبه جرام مختلفه عن سالبه جرام في ايه؟ سمك طبقه البيبتيدوجلايكان ووجود طبقه خارجيه من الكربوهيدرات الدهنيه الى اخره. خلاص، يبقى ده فرق تركيب الجدار. نيجي بقى للصبغه، طبعا الاول نشوف الاول الصبغه اهي. اللي بيحصل يا جماعه الخير، ادي البكتيريا بتكون في الاول شفافه بشكل ده ما احناش شايفينها، فبنصبغها بالصبغ الاولاني اللي هو الكريستال البنفسجي، فبتاخد اللون البنفسجي. خلاص، ثم نثبت الصبغه دي عشان ما تروحش بالحراره او باليود الايودين، فادي الاثنين اتصبغوا بنفسجي. طب وبعدين ابتدي اشيل الصبغه دي اشوفها هتتشال ولا لا بالكحول، فلاقي ان واحده منهم اتشالت الصبغه منها، الثانيه لا. اجي احط الصبغه بقى اللي بيفرق بين الاثنين اللي هو صبغ الاحمر الصفرانين، طبعا دي بقت شفافه، دي واخده صبغه من الاول اللي هي البنفسجي. دي قبلت الصبغه اهي موجبه جرام، الثانيه اللي اتشال منها الصبغه ما قبلتهاش، فقبلت الصبغه الثانيه اللي هي الصفراني وبقى لونها محمر اهو. يبقى دي جرام نيجاتيف اللي هي ما قبلتش الصبغه واتشالت منها بسهوله، خلاص، وقبلت الصبغه الثانيه. انما البكتيريا موجبه خلاص اتصبغت بنفسجي، مش هتاخد اي صبغه اخرى، دي موجبه جرام، وبتبان في الشريحه بالشكل ده يا جماعه الخير. دي اللون المحمر بتاع الجرام النيجاتيف، وادي الجرام بوزيتيف او الموجب. الجرام النيجاتيف دي غالبا هي العصويه، والجرام الموجبه دي اللي هي واضح ان هي الكرويه اللي موجوده عندنا اهو. ونشوف ده الخطوات بتاعتنا اهي، بنصبغ الشريحه او البكتيريا، طبعا هنا حاطط نوعين اللي هم العصويه والكرويه، الاثنين بالكريستال البنفسجي اتصبغوا. خلاص، اثبت الصبغه عشان ما تروحش باليود او بالحراره، خلاص، وبعدين اغسل بالكحول، فواحده فيهم اتشالت الصبغه اللي كانت خدتها، وواحده فيهم فضلت احتفظت بالصبغه الاولانيه اللي هي صبغه كريستال البنفسجي. ثم اصبغ بالصفرانين، الدليل بتاع الالوان اهي، فلاقي انها بتاخد الصبغه الجديده، فقدرنا نميز ما بين صبغه الموجبه جرام والسالبه جرام زي ما موجود عندنا هنا فوق. نيجي بقى لصبغ الجراثيم. ما احنا اتفقنا، احنا قلنا ان كل جزء وكل تركيب من تركيبات الخليه بيحتاج الى صبغ خاص. طيب، اولا الجراثيم دي بتتكون في الظروف غير المناسبه، يعني زي الحراره المرتفعه او الملوحه الى اخره، وده هيجي له وقته في الكلام عليه بالتفصيل. طيب، وهي بتتكون كايه؟ كنوع من الحفاظ، كطريقه او وسيله للحفاظ على النوع. احنا هنا بنتكلم بقى، بنقول انها بتتجمع ماده الوراثه في منتصف الخليه والمواد الغذائيه، وتحاط بجدار سميك يحميها من الظروف غير الملائمه عند تحلل الخليه. طبعا ده سطر كده تفصيلي يعني. طيب، لما بتتحسن الظروف بتبتدي تنمو من جديد. هنا سؤال هنجاوب عليه، بس بنيجي نتكلم عن تكاثر البكتيريا. لماذا يعد تكون الجرثومه وسيله تكاثر على الرغم من ان عدم زياده عدد الخلايا؟ يعني هنا خليه واحده بكتيريه تكون لي جرثومه واحده والخليه تموت. طيب، وبعد ما الظروف تتحسن هذه الجرثومه تدي خليه ثانيه، يعني احنا بدانا بخليه وانتهينا بخليه، طب ليه بنعتبره نوع من انواع التكاثر؟ هنجاوب على السؤال ده لما نتكلم عن التكاثر.
الحقيقة إن مكان تكون الجرثومة بالخلية من الصفات التصنيفية يبقى سبب احتياجنا إن احنا نصبغ الجراثيم، لأنها ومكان وجودها وتكونها بيعتبر إنها وسيلة تصنيفية. ليه؟ لأن مكان وجودها في كل نوع من الخلايا، واحدة منهم مثلا تتكون هنا بيكون شكلها بيضي وفي منتصف في المركز، أو كروية وفي المركز، أو تحت قمية إلى آخره. يبقى إذا شكلها ومكان تواجدها ده بيعد صفة من الصفات التصنيفية، وعشان كده إيه اللي بيحصل؟ وعشان كده لازم نفحصها ونصبغها. يبقى إذا بنحتاج لصبغ الجراثيم ليه؟ عشان مكان وجودها وشكلها يعد من الصفات التصنيفية. وهنتوقف عند العنوان التالي اللي هو الشكل الظاهري للبكتيريا، ونبتدي بقى نتكلم عن تركيبات وإلى آخره داخل الخلية في الفيديو القادم بمشيئة الله. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.